واي هاي كلنتي وعنا ونكتن داود يا الكسر هذا برنامج كني كفتن كسياسة دا وإنه سو جديو علي عبد الحرسي علي حراري علي هاي كسر واي هذه أبو مهتم يا سيرة أي ما توقع معه بشه سبتمبر نوكو سنة كنا الله بدي كل يصدح لا تنكي داود يا الكسر هذا مركز سيدي يا سيشة جاب برنامج كني كفتن كسياسة دا تطبات كان أنسكوا بلا قدر حيسيسة مركز هوري كسر هذا شوبا تشانغ أو يدو إذن بلغادي إن هراغ غريها أي إذن كان نظيف في السو استمر كاسينا قصب الله إذن كان حلمة أي غريها لحوذنا أي إذن هجاشين كرتو داو شونكس مياد غوريسا سك بدلسا أقلك أما سك هجاجينسا غيرجك هدي أي تايها جوبا جنك رموفل وحي كاقا ديسا أو أي كافو غينيسا وحالا وحي آتوري سيد سيدا فريادا فراشادا قصالة دها هجاجين تقراشكا هراغا دسمها يو هجاجين تباقيار هادابا نغالسو حرير تلفون كان شاشدا كوكوران واي تاسواتا واي هاي قبل يدا سيدا حشركا هايد أنا بريهم بأودني أن هوشة ونكسن خير كلا أحد إن ويا بهنا حسابتي أمر قاله ودناها لجقل لها أي داوديال أي وحيرين وحرين بإذن الله تعالى أنت كلما فضلا تلفون هذا نزل سقري وجو درة إلهي نوحن كبرنا إن يدنا إلهي عف ما دوسيه إذن كنا أشري حسنات وإلهي نكسيه شاشة كلا حديدة نبرداس وياه أي. بسم الله الرحمن الرحيم حوش بنا بلا بلنا ان طبعا واحنا كبلا ودنا جوج عد يد قال لي كسر قبل كسول والله صف رحش إن ندتك أبدت قرينا بالمشي الإسلام ريا حق بال الإسلام ريا أي مرك هو رسا جمعية هو رايح هذا جمعان جمعيس جمعية جمعية رسا أيه ويجا لقى جوجا ويجا لقى جوجا شلي وخميس هاي وحلا هلاي سجال أسكري أو كم إذا لما ذي هدي لها كوني الشمال لان هاي مركز دقال كون عاي دور كقلي فكذي فرح ذي فرح ذي مركز فرح كيس قال كم إذا أو نول إله مركز أو شيء إن وحي أجيد ما لها كهلان عنين واي دور كم على بعض أيه الصقبت الكيني ها واي أن تسوى هالكا أن هي أدى ICRC لان غير تعس أيام ما أنت مركو ورسو حتى جن مجازر لس عنوت شيء وصو أجان دتك محابيستا يدري الخود إحنا ندود وعش جن دتك بضن صدح بقول أوقف أم حابيسة إن ما شو تجن عيد ما سمل الله جاك بصدي وحال كود وفي عين هاي ويجوين بستيال يتشودريال وعش جن أفر نن أرداوعة أرداوعة دي حنقولها أنت بدن وهاي حبضو كجادي إن استالك جروه لقي إيه ونحكي هالجو دعوة عيال لو دويني وهاي إن بقول يتبان قف أيه كيفا ودعوة استال كل هاي ما هي عفمت كهبا كل دعوة وهاي وحكروا شيئا إن كقاب قاتن أي سي أرسي دوي وهاي عسين لبقي أفرتن إذا ما داس وهاي marka wad gaar samaysha inay masiibo weyn ka dhacday oo dulgariirkii turkiga la midii oo halkaas ka dhacay waayay aan ani muuina ma shaqad dhacday hawl weyn ba halka ka dhacday marka maxabiista afar dhaawac ayaa jira iyaguna meesha aan sheegnay ay siirta no shaqte garow lagii waayay aan waayay lasaanood ayaa imka waxa laga shaqeynaya lagu mashquulsan yahay amnigeeda iyo in nidaam iyo kala dambeyn loo sameeyo iyo in la nadiifiyo cidi aragto waxyaabaha qarxayna ay u soo gudbiyaan maamulka degmada ama gobolka wayahay gudahan maxabiistaasi dhar iyo agab ayaa loo keenay walaa caawiye wayahay ICRC sidee sheegayso waxa la leeyahay dadka la hayo si fiican baa loo dhaqmaa gacan qabtay si fiican baa loo dhaqmaa waxaan doonaa dhawaan إن آنو إيجان سوقت بنو محابيس وحي أهيان هرقيسة سمالا و سيون لكسن ليس كون أفصل ليس كون أفصل وغاية مش يجن ترد لس دافصن أيو لكن إن لس دافصن أيو محابيس تاسي وقلو والبا شرعي محابيس يدفك اللقبتو إيالا أي تهي إن لحق دورو وقفك أهلو بيو
أنت مركوها رسالة يدو يمالو سحر يمنيس يمنيس العيال واي ما أنتوا حكسوا مغضي شاشة لها أي صومالي ذا فيصل عبدي بوتان أو سوى سركال بريهم بالله هذا هي أي أو لقبتي أو أنو أكين محبوس واي در أدو قروح بمن قشن ألو لبس موبايل كيسي سيدا أسته هاي ونك ماير كمجال ذا ينك بولس كايسا أيسو أي سوديبيان أي كالوري تينيان فايسل وحدد كريلاس عانوت أيو أركان دم بيلوين أو نكي مدافع لماشي كسو هاقية خسار بلارا نددك وقويستي كارسي دود بلندري آنو مدنين إن لغو هايو قريقا هقام بيكو حقينك أو تشوي وايا سيدا دراد يدو الشعب كتود اللو إيقيو أيال لغسو قادمانتا بولسك بولسك مركا حبسي وين اي محابيس اوردن الى الجي الجينيا واي انت سوا ورك ميشا كجرا اه او دبتا واي ما ها كجرا وربدن او شيغي ان محابيس قاركود للاي لدري ودينا سومالان اي دبدن سوشيال ميديا اي كشيغي وركاس انو مركا نقول غلاي اي الهي بلا ميسو هيلين نن لدري لا ربحي iyo 7 la labaxay iyo 7 la labaxay waxaan soo helay social media oo meedad aan ahayn qaar kood Soomaali qaar kood ay meel kale laga soo qaaday la keenay social media oo aan wajiyadooda si fiican loo arag lana aqoonsan karin oo la leeyahay dadka waxa sameynaya ay leeyihiin maxabiista ayaa caa waxa la dilay intaas war haysana oo qof dad badan oo aan social media waxba ka aqoon baa qaatay warkii marka meel walba waxa la dilay maxabiista waxa marka la ila cadeyn keenana ma lahaay ma jirto waaye tusaale waxaan soo qaadanayna wiil dhalinyaro ah oo leedu waa la dilay ayaa isagii sawirkiisa markii la qabtay iyo maid la keenay shaashada waaye hase yeeshee ninkaan oo aan ku urgalay ninkaas wuxuu noqday nin shil baabuur ku dhaawacmay oo kooma galay oo isbitaal qarna ku yaala la baafinayo qofku yahay bal qofka ayay qan qofka ayay qan waaye marka indhu isku jabsan yahay qofka koomada ku jira qortana halba ka xiran dhaawacisa wal arkaa qof maqan marka dad qofku markuu kooma ku jiro iyo meedku way soo ogeen was ku ogeen ha wadaziin ninka meedka ay qarno ميديان ورانا كومد كتيرا إنا كان محبوسكا إلا هيا لسوقبتي قابهان وسيسيقين وأصل دانيريين وانسكو دادوين وغاية وح كتيرا كان مجرى مجرتو لكن دبا دوني إنا اللبض الشعب آد وكرفوغيان سيكال ديري والله إلا ميديكيني والغارب وحليين والغرقو راي مركا وهرسر عقل وحو قادن كريا دادكا مركي لسوقبانين والو داوني صح ولا أركي هدي عيد للدليل الواعي القبنا السركيشة للدليلها لا ما أرتي والله هيدا دق عن تلوهاي وهاد دق عن تلوهاي واي السركال يويلي رشقة قرنا وكلوين ويكلو كاش غدا قرنا كده عيد المربط أنا قرأ سكول دوك سرك صباح دوك سر سرك صباح دتك اللي ولا دمي ولا ينو كواش مسا يرير واي ولدون هو يوين كده حال لك عيو ويل كم إذا أو لقبتي أو مربط ولا شيء جني وحرير كده لوجي إن للدليل ila wareysi kale yarkii laga soo qaaday isagoo nool la cadeeyo dadka waxa ku shaqeynaya waxa kale caado ka dhigteen qof kasta oo waramaya oo leh si fiican baa leela dhaqmay aan halkan aan saaxdaa ha waxa leeyeen oo dadka ka dhaadhicinaya qoriba lala dul taagan yahay haduu inta wax ka duwan yiraahdo waa la qarjinay marka waa ay maxbuuska oranaya meesha dunida baa joogay xanuunkiisa ama dhibkiisa sheegan kara ma jiro لكن فيزيكال مركب قفك الأجو يحبك واحد ليه بتجرن كرسا وحقبه إن قفل هاي إن قفل هاي إن كاي مركب دتك هو بلا شك ودت دوني إن شعب أي كعيان أنت شو ديران دت كان أي نعسيان شعب ككل وايا أنت هسنا ياسينو أي وأنت واق وحل على وصي أنت لدوني أو شكلن دجال كم بجوجل دي جيسوها in wajigi hore ee ahaa ciidamo Soomaaliland ah iyo ciidamo SSC ayaa dagaalamaya in laga bedelo oo dadka reer Soomaaliland lagu sheekeyo beesha dhexe
ayaa lala dagaalamaya oo ay beesha dhex ama beesha isaaq ayaa waxa ay la dagaalamaya oo doon in ay baabiyaan daarood oo dhan marka dawladda ayaa qorshaha degaysa marka shacabkii oo masaakiina ayaa laga dhaadhiciyay waa la idin lahayn rabaa waa markii ugu horeysay arko shacabka reer Hargeysa iyo burcu magaalooyin soo baxay oo ay leeyihiin dowlad hal taageero maaha isaga ahaan baa laynoola dagaalamaya aanu iska celinno waayahay oo erya lagu dhawaaqayo daaroodka ilaahay saa ugu rago ilaahay saa ka dhigo qaar habaar qaar duco qaar waxa la isku kacay yar iyo weynba waayahay bas daarood isaga ka tabatay daarood isaga baa meesha laga dhigay waayahay sida xukuumaddu ay rabtay in u dhigto hay waxa doonaysa markii hore sidaasi ka duwan in awood isticmaasho in isticmaasho awooddeed markii isticmaalad waxa doonaysa dadka shacabka inay kicis maarta wada dega ha ee bah wadaagta ha ee xuduudaha leh sida beesha habar jecel iyo beesha dhubaante oo is dhalay oo ay isugu dhaw oo markaba is xiga waa dabka ma biya kala qaata ha in la isugu dhiibo qoryaha waaye oo la yiraahdo idinka weerarka la idinku haya ee yaa iska dhahni manka haddii habar jecel tin idinka loo soo socdaa magaalooyinkeenii ha maxalan waxaad arkaysaa maxaabiista dadka la qabtay bal u fiirso 800 kiiba oo beesha habar jecel maxaa sabab laakiin waxa sabab ayaa maadaama beeshan dhubaanta ay degan leeyihiin in xukuumadu ay adeegsato waa garad si la isu tusaado in labadooda dagaal ku dhaxeeyo haddii intaa dhaaftana loo ballaariyo marka amniga wax loo ballaariyo jugti iyo khasaarihii dowladda soo gaaray ama ciidamada Soomaaliland ayaa dadkii wax la leeyahay fadhiga ka kaca dadkii iska dhaah waxay diidayaan in khaladkii ay qaataan imka waxaa soo dada oo dhintay oo iyo mashaakilka iyo ciidamada la baacsaday iyo khasaaraha iyo damage-ka gaaray ciidamada Soomaaliland wali ma oranin xaggii uu ka yimid dhibku ama khasaaruhu sax la isma weydiin waxa la isku weydiiyo dhibkan xaggii uu ka yimid Soomaa marka masiibo dhacday la isku weydiiyo la isma weydiin yaa ka dambeeyna la isma weydiin marka inagu ma sheegi karno cid ka dambeysa iyo awoodaha laakiin waxaan sheegi karnaa sababti keentay dhibaatada ee meesha ka dhacday sababta dhibaatada keentay wuxuu ahaa oo nool biska ogeyn ninkii caqligiisa uu shaqeynayo inuu ahaa dulmi muddo soo socday 15 sano iyo ka badanba waaye soo socday hay dulmigaasina lagu waday dadkan reer la saxanood waaye gardarra cad ciidamada madaafiic iyadoo loo dowladeynayo laynay dowlad 30 sanadood tiri dowlad baan nahay oo madaafiic iibsanaysay oo baabuur gaashaan iibsanaysay oo hub iibsanaysay oo leh hal qabiil ayaynu la dagaalamayna oo baabinayna anagoo dowladda waaye tii marka awooddoodii ilaahay dimasho dulmiga uu ka socdo ma jecla ilaahay kuwan kalena awood u siiyey ee iyagii xarulaha lagu daray ayaa marka ay sheekadii bedeleen oo yidhaahaan qabiilooyin iyo qabaa'il baa dagaalamaya inaguna dowladnimadii halkan iska dhigno oo qabiil aan ku dagaalano marka anaga reer reebi loo marka marka miku reer reebi reer waay waa sida xukuumadda ay jecelayd marka dulmiga faraha badan leh waxaad ka dhigaysan saamika saraakiil dawladda ka tirsan iyo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan oo afka ka sheegaya oo leh anaga ma maalin ayna eriyadan bay ku faanayaan 15 sanadood ayaan leenin qarbaale social media marka siyaasiin waa dadkaas wixii ay qabeen weeye wixii calooshada ku jira soo tufay wixii calooshada ay ku tufeen waaye khasaarahaas gaaray xukuumadda Soomaaliland waxay u aragtay in xalku yahay in shacabka la kiciyo si loo ilaabo yaa khasaaraha keenay markii ama wasiiradii ama taliyayaashii lagu ciqaabi lahaa taliyayaashii iyo madaxweynaha laftiisa su'aal laga weydiin lahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo waxaasoo dhan iyo guurtidan iyo waxan halkii lagala xisaabtami lahaa si xisaabta loo wareejiyo ayaa xagga shacabka loo wareejiyay waxa kaloo xukuumadu u aragtaa in fashilka doorashooyinka la leeyahay doorashooyin baa soo socda waxa ma soo socdaan waxa la doonayaa inta lagu qariyo in xolaadani ay xal u noqoto la dheereeyatan la dheereeyo waaye intaan ma fahansan ma madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray ganacsatadii waaweyneed ilaah baa weyne wuxuu weydiistay $20 million oo ciidamada lagu dagaalgeliyo oo 30 sano dowlad ma ahayn haddaba 20 million ee toddobaadkan uu ku dhawaaqay dadku qaar baa moodayeen wiigan ugu horreysay muuse biixi inuu 20 million weydiisto ganacsata
maalintii kursiga fuulay ilaa maanta ayuu ka bilaabay lacag la siiyo lacag baa loo baahan yahay haddii uu soo gudbi doorashadu waxa u baahan tahay waxa kaga dhigtay 20 million ma dhaafiyo ma yiraahdo 40 toban ma yiraahdo shan ma yiraahdo 20 kaga dhigtay 20 markaa uu lahaa lacagtii doorashada qayb aan haya 20 keenay oo ganacsatada ka urageen ayuu imka murmarsay oo dhigay tan dagaalka hal caawiye ciidamada ciidamada hal caawiyo imsa lagu caawiya 20 way labaatan kaasina uu taagan yahay waxa ay u sabay dagaalkani ay iyo afligaado iyo hanjabaad social media ah aan waxba la daawan karin waxba la dhigisan karin waana meesha xukuumadda ay rabtay in ay gaadho arintu arintu wayahay hay dhowr caqli celin baan sameynaa marka inuu caqliga dadka intaanu qabiilka ka saarno aynu caqliga keligii runku noolaashaa aynu bal ku dhaqankiisa qofku isku yara dayo waana weyn dad badan dhibayso laakiin ha isku dayo waaye dad badan baa waxay u baroranayaan khasaarihii iyo askartii ku dhimatay ciidamada Soomaaliya ka dhimatay waaye waa sax dad dhintay in ehelkooda iyo qaraabadoodu ay u barortaan u ooyaan sax ma dhici karto inay ku farxaan ama ay u heesaan sax laakiinse hal maalin ayay dadkaasi u baroranayaan dadkii ka dhintay sax 8 bilood oo reer lasacnood ay dhimanayaan 8 months reer Soomaaliya maalin ahmed oran ka daymo oran hal wada dhahay marka aqligaaga marka aad leedahay dad dhulkoodii hal loogu tago hal lagu duulo hal laayo aniga waxa diilay gaarsiina aan baroorto aqligaasi sax ma aha reer koonfurka waxaan aan mataana geeridii galbeed laga sheegay gundahaaga ka filan gundahaaga marka intaas inta ma tahay hadii burco sidii hore baan u sheegay ama dhulka ku dhadhow beesha dhexe ay leeyihiin lagu tuuro madaafic ama dad lagu dilo waa gardarro cadaana sax laakiin haddaad tiraahid waxaan kasoo tegayaa galbeedka Soomaaliya Buurima ama Gabiray dabeetana waxaan u sii socdaa inaan weerar ku qaado dad laascaanood nabad ku haysta oo dhulkoodii degan adarda Ilaahay baa nale maaha wax sax maaha wax sax ma lama qaadan karo lama aqbali karo qofkan aan marba qabiil kuu raaca maaha sayonex oo ku dhacdeerkii baa tahayo waa sax dad soo leysid iyo haddana dad leeyno waaye intaasina waa intaa waaye shacabku weyn isweydiyaan dhulkan loo socdo lagu duulayo yaa iskale shacabku weyn isweydiyaan marka leeyahay waa laynu soo weeraray yaa duulaya ma idinkaa sii socda su'aalada ku soo socda SSC waxay darrad soo saartay in border commission ay doonayaan ay gaareen og oo aanay doonayn inay weerar ku qaadaan ama dhul dadka ay leeyihiin inay xag u dhaafaan waaye intaasna waa intaa waaye waaye yasiin waxa jirta beenta markaad naftaada ku dhaqdid iyo markaad qoyskaaga ku dhaqdid iyo markaad dad aad u tahay hoggaan ama mas-uul aad ku dhaqdid marbaa jirta ilaahay ku fashiliyo waaye oo xaq ilaahay ka fashilin waxaan saaso qadanna hoggaamiyaha ama madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi umadiisa wuxuu jecel inuu been ku dhaqo mar walba marka beentan waxay noqotay tii beentii qaraxday tii ciidamada goocaday ee fashilantay ee ilaahay dadkiisii isagii uu tusay marka in ninkan uu been ku dhaqeeyay dadka iyo malaawal marka hal sheeko ayaan kugu tuurayaa oo aad ka heli doontid hay reer baa jiray reer baadi amiya oo chess chessku waa reerka kaligood meel degan waaye waxay ka koobnaayeen nin iyo xaaskiisa iyo sadexdi hay ciyaal male hay sadexdiin wala nooshay waaye meesha aqal Soomaaliya ugu dhisan waa gartay wixii degan yihiin meel dhulku uu adag yahay ciidu waana kaligood cidda caawinaysa ma jirto waaye maalintii dambe islaantii bay ka bowday sadexdi dhimatay waa dhimatay waaye santo ku dhis hay gabadhii waa baroorati waa labadooda qura waaye casr ayaa la gaaray waaye marka in la aaso oo meedku aanu bariyin ayaa la doonayaa hay ninkii qalbkiisii uu ursaday dameer buu halka soo xidhay wuxuu ilaana aasiye faray ka qaad waaye kafan reer baadiyo kafanta intii magaalada soo ibsan lahayeen meel buu si taala waa soo diyaarsan wuxuu waa diyaar hay kafanta buu ku xidhay dhadhado santo meedku saaray oo xidhay soo duubay ilaana aasiye waaye ciidu meesha way adag tahay marka xoogaa socdaba dhulku saa u mudmudaa waa isku daya waa adag tahay ka soco meel ciid jilicsan buu doonayaa waaye qoraxdu way sii dhacaysaa waa dhacday wuxuu tegay meel ciidu
أي بسكت هاي بسكت بسكت كيك شلعة هاي تمر كنا نقول يلا أيو شو هاي رابطه مد مضي مسوي والله من شرفتي سيو حس مشوار نق ويرمع عن سنة مركها والله بعده تمر كنا وقت تاني مش هاسي ومن اللي بح بضن هاي وأذ اللي بح بضن وأوجي هاي هاي وحدوني قرح إنت أنا سفع عن العين إنه كعرر واقر حباش مركود مير كده هاي وكرقد وبهاي هاي صح أما عمر يعيد كرقد ديري صح عين بقدر فيري هاي نيك وضيع متشو قبل تمرك واضح تمرك وميت كيس ذا فكي حقو عرر متشرت حقو عرر متشرت حقو قيلي متشرت حقو كسر نغذي سقي حواش بس كم رستي هاي هل كسبك قدر ساعة كسر ركتي وحمال ركتي إن لباحي هو من يبعون يسقنا أصلا ما أنت قاعد تقول جرب دروب بالك من حواد دمير كاسنا لباح حسابك على قوسنا يبقى مع الميتك مع ميتك هاي أذوب باللفاها على العربيسي ميت كان يحوق سارن وحانيته يوحانيته ورغاتي هاي وحص عضبة لباح حين ما يراها كعيو قرقي سيبو النباتي تقي حاسكي لو قبله هو يدد مطيه سؤال شو ورسود ساعتين ما عاست أما ما دوكت هاي يا هاي وحلها هاي ما مضي أسف عم بودعي حاسبي على الله لا فتح لا ياسينك لق وحلب لق وين عبر دوي بير بكسر شيء لق حال كده أوكي وين هاي قبل مركز الساحات واي ود عيسي والله سح واي خير ميقول يكون هروك عا برك غرحة صاق علي بي استرحولي هوش برك لقاسين هتقشت سنك والله جها أميت كيس ذا أي حال كسوت هاي ضمير معناه تمهركي وميت كيس إذا إسلامت وإلى حال لما قرا أي حد سوي استعجل واي ولا أنا وارس أم بيها أنا مش إيش تقول إذا يا واي راح تسجيله وين ها هاي كبرني وين نحضي ويافتي نكيه رديتوس وركعبل كارغل واحد لي ما مضي ما أستي من سحبة كلنا سو دمر مارك موتى محاكا سيبر وصاصني إلهي إسلام تحول الحرس فتح عمر أنا الدول بيكسر شيء ها قال بيتر وعن معي سو معي سرست نكن أضيقا كبر هاي بين تاسي مقرح ذي بس مقرح مقرح ذي يا فشلي حق إلهي إلهي فشلي نكا أضيقي ومصبح لك إلهي فشلي نكا دبين انت هذا انت سوى سمي فشل مي ولا ميدك حيوان عسي يا واكن مرسو والله هاي بين تأوير قف مسؤولي وسرع هذا ومدى هذا الشعب كاكا كدا ديج ما هلم بعد عيسى سيد الدمير كاسي ووهر كينو لي صوتا حد بنتو شخص بنت عم شي سوكو هاي ناي ونوح نور الله هذا بقى إما كسومال لان وحيات غفانا يان إنا وير غال دونان إنا باب إن دونان إن أي ميل أي كوشيغان قروي خير سمال لان توحان سيدي قال كعي يغرلي ما يغنان يملاه مقعي داس كل وضوح اللي قروان سعنا قروان سعنا قروان سعنا سيك استبه نقطه خساري هي قاري إذا ما سمال لان وحي أباهيهن إن لغا سوا أقصده لغا سوا لابت لغا سوا كبت أول الدشي أو خلالات كده عي أوردن لأكتو أو أسكرت الله دريرو أسكرت نضيع عن إقوت عدو مركا أيتيد عيد عني ها تعبانك إن لديسو ومشارفي عن لسيو أو هديلا كوري توبر لسيو أو ديقانيدو ذا أي دفاعان ها أيا كم مهم سن إن أسكر جور داوعة أو شيء لسؤري هذا ما يلاحظ النقو نقا هذا سوى ويلي بوكسن سوى ويلي بوكسن قردره دونا قف كستا أو بنا آذنا أو قردره كباقة أما أود أما كبر تأيباك وين سوى نفسي ويلي رو فرقا وما كتيريا هذا أنت اللي جيد هذا سقال مفعست ومركا أد قردره كسعت يدلمي هدي قردره يدلمي أنا تكسعون هذا قولي سنة مركا حسابتا قردره يدلمي تكسعتا مسوي هناك أي خير أيات كسعة أي حق أي أصول عسنيس حتى الحق أي أصول عسنيس أقولي سنة أنت سنة وأنت واي إن مدحينها كتل يدلك سمالا وحقوق رنيا فشل فربضن أو شنتي سنة الودن كتشوي وكفشل مي أي دتك سكا رنيا بربر كده قالها
شقاله سياسة مشهروينك شقوين اللي عبوره إن اللي هذا كام عن دور شوينك دجالك ألف وين ما الله يراه ذو أو لباب بيرادو ولا لي أي مانو بس كديلان أو أي مكان كيو دمية دره اللي كديلي ويلير أو تدبتشرة أنت لو تيجي ما دخل قرفت أو اللي تدبتشر كاسي وارهيل مع القواح دره بيرادو قبيل كسترتي استودج قبيل درتي بتدبتشر كالودري ألف وين أنت أساسا نضبها وش هسك سعته وايا وحل ديدي إن عيدا ما ذي اللي جي جوش عدوه كله أنت اللي جي حلكا لحلي أو نبض لقنا ليه وحلو أركا إن هالكا حتى هنجري دور شوين كا لقيت لقيت تولو كلا غيب سمكار وايا إن النقطة عرين مال مرسي لو ورد دور شوين كلا يلا ضد محيان دور شو يحسمينا حول باب هالكا سعته وايا إن لحلي إن الدور ماي فشير كا صوردن أيام الحين موس بيح ودونيا إنه كو قريو ويك بوينتس كيس وحماش كجر وحي استقد وفشل كون نغضي دقال كلمك خسارها دعاي اسمال لان قاري فشل كذا استقد أيام مسؤولية اسكالة اي وزيرك أرمها قدها اي هدي لها يكون رياهي انت لها الماشا واقع وين الحساب تمو ان حالكم ركو حوي ان أنور كلا القادم قفل بمشي لوحدي قفل بمشي لوحدي وتشوفه تلك سيدة كيس أولستو عد مدعونا أنت لها المشاكو هيستقبلي يعرف سيو ما شرتو واي أما هذا إذا عادك شيءس واقر تلك هاي أذيبا هيستولي واي لسه هيجات سو ورغي اعتراف كقاضو الدنيا ظلتك هل وصل اعتراف مش هذا غير أما يلا وصل اعترافين دورشون السماء أما حسمين حاول بضم بكويلا هم مقبلنا كشخص كيس قادم. تذكر مسكحنا كقادم. وين ير؟ قوج عدة مدفع ولاعي ويصوت هورين وحاجة السمايين. اللي تملين الرواب. ما فهمت. أي. وحسن بارتشيرة. واقع. ما شهرت الظلمي مركو الظلمي وياسين والدميو. سيدا مارتي دارت مركو الدمي سر مين هذا هوس رجع له هوس ومدمو سام مدمو. دمي وح قدما سيف فلحن. وغرها. وفرحنا. وفرحنا يا. سيقولنا. مركو جورجا قادو كف. أي كوي ملايا أكسوغاري أن وحمد الله تلو إني فركا سحون وحودونو سحون هاو لمن واي واي نفسي أي أجراء سونا واقرت نفسي وماشا أيها مغضى أي. نفسي قاسم حوياهي وحوياهي سراكيشي مدى فعلا لدى عيسي إددتك كدو ليسي الشعب كاريلا سعانوت أي مانت مغان وحيويهين أغونتي أي أبيا شدلين وأرن أشيء أيضا ها لما كي مدافع السور ذي أي واحد بي يعطي مع سوقينية كوي أي أبي يشرد لايا رجش الدليل المهم رجش الدليل واي هي الكي أوك إن ما كلام كتيرة أبوه الدليل أي أبوه الدليل أي عند ركوبين مجرد أنت هسي نك سركي سركالك عم سركي شاسي ها أنت صاوف فعلا أقول عبارة وحياة كل عدد وانا عبارة القاطعة عبارة القاطعة عبارة القاطعة أنت صوّف لنا طوير ها وياه داو على الدوينية مانتا والخاطر تقول أي سي أرسم كأنور شجعان إن أيهين بقول يطمن بقول يطمن كاسي عسبتال كير إلا سعند اللي بده وينيو وكي أي بربريان يو أنت ما في عيش وترجل إذا عايز وترجل واقرت إربدي حمدة يقوم ذا لما هي مركز لا يراهذا نيك إربدة ثورة وأسقى وأسقى إجبي إجبي ماشي دي قال لك قرش بلاها ها نيك قرحيه وأسقى نيك لا الدواء وأسقى نيك السقف كي قرحة كأني مدفع كذا قاضي وأسقى وحول بمشي كده عصاري وحول بمشي سعر داعي واي مركز نفسه واقع قف كنا وحول ناكسن هادو قاتو قرد رديسة وإديسة قاتو وليس وما لان كمان مقل قرده مركي هرب قردها المشي كفول ما حبست الله هيو سركيش كويلاتن بهاي واقرت وحصوب هاي أفريت تون محبوس أوكل أفريت تون سركال أوكل وايا وو إسخري شن يصدر ومركي هريري أنا شجع سركيل إذا ما عادي شكت أسكرنا هذي أي مركي ما حبست لك الله هري كويلاتن كان معروف بهاي موقتي أفريتون بهاي هرله أفريت تون I mean والصوبنا والصوبنا وايا إن
dad kan mikrofoonada qaadanaya ee shacabka muuso maxay ciidamada siida sooda rid madaficii waxa ka timid Taiwan halka waxa ka imaadan diyaaradii aaway drone isku siida waxa soo dhane way wafatadu waa somaloo suugaat cid ka xoog badanay ma jirto inta ay ku dhawaaqayaan dadku waxa uu khayr badan in ay nabad ku dhawaaqaan ha warni dagaalka naga joojiyo uu soo dagaalka hal joojiyo dadku waa walaalay hal is hor fadhiisto nabad ha lagu dhameeyo war maxaa inaga maqan ha oka inta sala samaraya way waxaan leen meeshaan nabad ha lagu soo dabaalo ciidan la ilaahdo dib ha loo dagaalamo iyo la argoosto ha ma keen karto wanaag waa garti een hawlahaasna waa inta way waxaan tagi doonaa wadanka Djibouti way Djibouti hay shirar bay ku jirtaa habeenada oo dhan wala sheesti xuduudkana waa xiran yahay way een 12 baabuur oo Soomaaliya ay leedahay ha oo Djibouti jooga ha ayaa qoriga halkan lagu qaatay ee garba ee lagu rido taangiyada ha binank ay siiniyeen way Soomaaliya 12 baabuur wala caawinay ayaa lagu soo laga soo bixiyay si la saacanad la soo aado si la saacanad loo dagaalamo way baabuurta targadooda plate numberkooda Soomaaliland ba ku qoran Djibouti meen joogan waa baabuuro kuraasti laga qaaday oo la saarayo hubki hubki B9K B10K 12 baabuur oo nabada ha Ismaaciil madir karo dad baan nabad daba colaad iyo ka jacel dhig xuduudku la yadoo xiran yahay meel la yiraahdo Gestir ayaa qardajeex laga soo galay way niga waxa sameeyay Ismaaciil ha Eritrea ha ayaa maalo buu soo durta oo dhulka qabsata yaacna iska ma jiraa yaac ma oran karo laakiin Soomaaliland sidireysa Soomaaliland u daneen maayo kuwan u daneen maayo waan isku idiiba sawir karto picture ka ila daawo baabuurta mid kamid waagard hubka Djibouti laga Djibouti soo dirtay ha idinkadeed ka soo baxay la saacad lagu la dagaalamay iyaduna waa ka soo furay hay wala saaya intaas waa inta iyadoo intaas ay jirto Ismaaciil Umar Geel ilaa Darraad Muuseexan saddex bin soo jeeday ordalaan markii Gabon ha kuubku ka dhacay inqilaabku ka dhacay ee wadamada West Africa ha Faransiiski laga wada saaray ha imanka wuxuu aaminsan yahay adaa ku xiga wana ku xiga leh Allahu aalam ha hadda xalib boolo ka gami Rwanda waxa u jeeday saraakiisha military dhan oo ka qaaday xilalka xilalka ku qaaday ka tuuray waka si ma aragtay gugu carabto kale tood waa Cameroon Ivory Coast wadamada soo mali wala soo galay wala soo galay hadda marka tiyo ka boqoy asagana waa iska saaray marka saraakiishi Jordan ha ayu u yaray saraakiishi Jordani warin macallin qubax waxa gis luqis luqis askartuna waa dadka caadiga u badan yihiin si inqilaab iyo hawl kale aan loo adeegsan ha saddexda habeen wuxuu ku jiray shirarka noocaas in maart isku aadiyo in isku aadiyo way een waxyaabaha ay dalka Faransiiska u gumaysto xagga corruptionka way ka sameeyeen wadiga arkay minka Gabon imisa milyan ba Airbus kala soo qabtay $200 lacag badan een ninki madaxweynaha ka gurigiisa ba la tagay imisa laga soo saaray cash millions inaan isma Ismaaciil Umar Geelle tikada waxa ka soo baxa oran iyo airbodada oo malaayiin dollar ah ma jirto khasnada dawladda loo geeyo ama wasaaradda arrimaha dibadda lama geeyo ee guriga lagu yeelay iyadoo kaasha ayaa guriga ay taalla millions billions intaas oo sanadood waa billions lacagta ama dulucna hatta waxa jira meelaha lagu hayo lacagta guriga ha wala buufiya if a week si isan u saqo way waxa lacagtu way isunay way way waxba ku dhasha ama way urta ama waxba ka sameyn karta caanka soo ka sax wala buufiya dewa lagu buufiya elada designka basementka lagu sameeyo guriga la dhigayo lacagta waxa uu sameeyaa niman Lebanon oo ka keensaday oo injineer ah Soomaali xirma Soomaali xasmar kara adeerka horer way way marka guriga waxa lagu wada taxaya adu waa gidaarka sanadde dollar iyo gidaarka kale oo dollar iyo kan oo dollar iyo horeri hay marka hadii inqilaab dhaco ha lacag loogu tagayo wasaaradda arrimaha
مقدشو الصومالي وحكى ترى وزير كي قاش عن دقة عبد القادر محمد نور جامع تيك توك عبد القادر تيك توك أيا ولب ولا على وتك بهذا هاي أنت على السوق بتو إن لقى سعر شغله لعزله لعسله وياي كدي مركي وقف الشلمي هو جامين تعيدا كا ونمك أرسنالكو ها أي مالو نمك أفك دوبنا ها أي إذا ما دي مالو والبدامج كارسيني أنا دول مريان وياي خساري ود من ونجي ندي أنت مر صقلان ها مال سقواي عسويني مسقواي عسوينا لا إيري ذا ها مسقواي لقى حكمه ها إندك إندك أنا كليا سكرت الله هذا اللي إياه وحلقو بدليا محمد حسن حامد محمد حسن حامد محمد ها حسن حامد حسن حامد خليه هو بولسك بولسك مرنا وزيرك كشان نك سؤال ها إنشري نك سائم كا لو بدليا وين نك إديسو ها وهذا يركح تصوره وقولون كأفك دولا كمل هاي وكمل هاي لتشوي تتسيس تتسمك ها أي أركسة سوينا أحسن وركاني كي الشل إني من كي للداقي أي ما أنت كسهر كذا وزيره أقاش عندي فدرالكو ها وأرن أذو أذق لما أمين كرو لما أمين كرو يس أمين بدو حلقا بس أمين هذا مجرته بس أمين هذا مجرته ما أعرف شو استاذ توتوزن إيلي بنكي إن ما أعرف نين وزير كترسن وزير ردي شخص شريف إن عبد الشكور شيخ حسن نين اللي يجري وزير كي أمني جنوا يعني جعلها قبروا أدير وياه سكورس ويترس يقول هذا قبروا أسيق أدير وياه وجورجيس شقيس I remember أي جورجي نت ماذا سكورس مركب مع هذا الله إني كانوا مارت وقتها شيت كتر سنة أرسنال ما أنتي نو مارت وزير قاشان لقى أما مش حدودي الدولة ده أما أودي الدولة ده إن لو ديو اللي أمينه وعيدن أفرطن كم جارة جامل له وح معقول قال يا أمينات قال مارت ما مركا قولان ما أنتم مالن شبعة وحنودع إن مدة الصومالية وقوي لا كونفور إن الله بوجوده برعد سمريو وأي ولا النقدان وأي سفهمان ونك كوشة قي السنة إبرت كتبية أي أجدان ما راح أتكتب يسمحوه مركا إن الحساب تمام وإسلام المضى يولا المضى يصومال المضى نك فوان كري أنت أنا وشرين أن إلهينا النبض يبرواق أك تذكر دي قفرها كل شيء الصومال اللي بعتون كده ياسينو قعدت دي كل شيء وادقرنيس ومضمنا قرنيس أي أركس هاي بريتو خرب دوم وأخري هذا ربتوك ها ربتوك إلى ربنا كان ها إلى ربنا قامين ديو كوتا قامين ديو كوتا وكان نين قامين ديو له وهذا الإله بريه وحلقه لي الصومالي صومالي لقها صومالي ولا لقها وياي من الشيخة ومسيات وخبضت شبعك أخرية وخبضة وأخرية يا إن أمد حنا ودن كاتشوا ورالق ليه وآيده هي أردن وكد بقايو حق هنا ورجيسة ها وإحنا سنتبري أنا وصل عشوا شكل ولا شكل نبا أي من عربة أو إمام مسيات كا ها أي مساج الآن وينين كم لوكر كي حافظة ما هو العمل وأنت بيوت أقون ويتوبي أقون نفقير ومسكينة ودور عيالا لوجور كلا كتيرة أي سفير كي مقر اسمه شيء نكي برجع وكيلك وأنت بيوت وأي شار هاي وكنت كذا مساج كيس أي أوياري أي وحكيري جماعة بعثنا نقاضو وحد كسر قاضتها إسماعيل عمر قيل ونقص شك وذاتك مركز ومغلية مقعيس مقعي ايش اسم الرئيس هذا دع دع اسماعيل مرقيل محسمي مساجتو لسي وعسبتالو لسي دات كيسي ودن كيوسان ون ملينا اي برواقة كاللقي نول بشقو نول بعين كر هاي وحسب لسي واي جمعيه دمو بلسو استاقي اسماعيل عمر قيل حتى سفع عن هذا الكيسان ولي هاي نيكا نو دوبايا صفيركو هاي مغلس عيا ماش عبو لكت عضو لكت ها كي عدك وي معها مغال أدبو مركانيكي أكتف وبنبوني واي جبعي والا دماضي هاي ما أنتي دمبي إسماعيل نكا ما مغلقا ودي ما ميلا قد يستي ها ملان ومسات اللوكرا ها ما أنتي دمبي ها مدحوين إسماعيل مرقيلي ها سفير كسي والله هذي وحيد مساك جدا دي السنعاء أي يمن أردن ألقا دعيني ألقا دعيني ألقا أماني هاي
مساجد منزل كتكو مس الشيخ بابا ديك هادلي عتك بالليسو وصار هي سدنيه مانيا نيكن مدحنونا ددك وفان كجعل بو كميد هي سمالد حق فارجيل اسمع المرجل واي وحيري نيكا اي صدر اي كان تيرك كسبخي دغدغ وكان واي نيكا يمنيا مسكينكي مولك ديار مفول ما نبحن ما نبحن واي نيكا مولك جبوت مال لا تكسا هي وقدره اد بو فرح مدحينك ود حسابتي سلا سي وحقا كتغي مدحين اسمع المرجل ايو قابله واي حكويري اي كبر وشي عيد برتاه وحي المركي عنده ميلاها كاخر ستكلوغيستي ايانكو اسند الشكادي وسي وحسو اي وهقاقان ايو قاد وكسيدي شكوينك وبدبدلي هاي وحكويري اسمع المرقيلة ادي قاد بابا مهاسنطة هاي محادي قبهانتا وحي لبار الموت وقاد ايه اللي باي ان ادي لحلس هاي نمبر ون وحنقولك يكو تامي ان انا حرب كتاقو اكو اوود ان كتاقو وديارت كفولو نوشي ديارتنا يغورسي لانكو يمج وقضب قضب كاللبات لابو قولو كراء لحيال يانو يسلانتي ايان كترنا بيشي سدو كيدا دان العيتي يدين برنان كاللي توريا اقري ايرالي ننكا لابد عرم اضبوك يالي واي افر قول مثل شنقل ايو لسي لسي واي لوركي با لو ايبي قريبا لو لسي حجكي با لقي خلاص شي خاسي ميانو دنتي سي دينتي كو دبقين واه كو دبقين meenu aakhirada si halka iska dhigan aanu soo adduunka ugu shaqeyso haa culimadeena qaar badan ba ku jira anu casa niman aakhirada inta halka iska dhigan dantii guud dantii adduunyada iyo madaxweynaha amaantisa iyo isagoo khald ku socda khaldkaas wanaag buu ku socdaa dhe qaar bay la galeysa dantii ilaahay wixii ka doortay dantood gaarkan marka adduunyadana bari waa la dhimanaya kul qof walba waxa ay taa ku xaq ka doonaysaa in ilaahay si ayaa ka tagtay waaya marka waxa ku soo gabagabeenaya ummada Soomaalida waxaan rajaynayaa mustaqbal fiican iyo nabad aad iyo aad baan mahadsantahay yasiin thank you waayahay ali aad iyo aad baan mahadsantahay daawadayaal waxa halkaas inoo soo idlaaday barnaamijkeena kaftanka siyaasada oo inoo soo jeedinayay ali abdi xirsi ali xaraare tan iyo kulankeenii dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabad galiyo